أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من استديو اليرموك. سوف نذهب اليوم إلى واقع الحريات العامة في بلدنا. بالأمس كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وربما صدرت تقارير كثيرة من هنا ومن هنا. لابد أن نعلم أو أن نعرف أن هناك مركزا وطنيا أردنيا يعاني ويعالج ويتابع قضايا حقوق الإنسان في بلدنا، ويصدر تقاريره الدورية، ويتحدث ربما عن تفصيلات يعتقد البعض من جمهورنا أنها يعني لا تعالج. سقفه مرتفع، يتحدث عن عناوين هامة جدا تصل به أحيانا إلى أن يسبر أغوار الناس في أعماقهم، حتى أحيانا أن الأحزاب المعارضة والمعارضة والمعارضين لا يصلوا في حديثهم إلى تلك المناطق التي يصلها أو قد يصلها المركز. اليوم سوف نتحدث عن واقع هذه الحريات في بلدنا من خلال الدكتور موسى بريزات، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك دكتور موسى. أهلا بك أخي. يعني دكتور موسى، ناهيك على أنه راح نتحدث اليوم عن مركز وطني لحقوق الإنسان، أيضا سنتحدث عن ربما خبرة سياسية ومواقع كثيرة شغلها الدكتور موسى. أرحب بك مرة أخرى. شكرا لك. أهلا يا سيدي، هاي الساعة تحت تصرف. الله يحييك. بدي أبدأ معك بالمركز الوطني لحقوق الإنسان. قطعا الأردنيين بحاجة يعرفوا شو طبيعة عمله، استقلاليته، تمويله، إلزامية تقاريره. يعني خلينا هيك بصورة سريعة نتعرف على المركز. شكرا، شكرا لك على السؤال. حقيقة سؤال مهم جدا يا أخي. وإن شاء الله يمسيك بالخير ويمسي مشاهدينا الأعزاء بالخير. وأنا يعني سعيد لهذا اللقاء وهذه الفرصة، وكم يعني كنت سعيد تعرف أن أنتهز هذه الفرصة لأشارك مشاهدي قناة اليرموك هذا اللقاء. المركز الوطني لحقوق الإنسان هو يجب أن يكون اسمه غير المركز الوطني. هذه مؤسسة وطنية في مثلها 100 وأكثر 120 مؤسسة وطنية في العالم، أنشئت بموجب توصية من أو قرار من الأمم المتحدة نتيجة طريق طويل من التسييس لقضايا حقوق الإنسان وتداخل البعد الدولي بالبعد الوطني واستخدام في الستينات والخمسينات والسبعينات حقوق الإنسان والثمانينات لغاية انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989 كان موضوع حقوق الإنسان موضوع مسيس كثير. فكان هنالك ازدواجية معايير وانتقائية في إدانة الدول والتغاضي عن دول أخرى. فاجتاءت الأمم المتحدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أمكن أن ينعقد مؤتمر دولي في فيينا في 1993 حول حقوق الإنسان. وتوصل ثلاث توصيات رئيسية. التوصية الأولى هي إنشاء أو في كان مركز اسمه المركز العالمي أو الدولي لحقوق الإنسان في جنيف اللي يتابع أوضاع حقوق الإنسان في العالم بشكل عام الأمم المتحدة. فقالوا هذا المركز وبالفعل لم يكن يقوم بدور، فأنشأوا المفوضية السامة لحقوق الإنسان الآن يرأسها أردني. ثم أتوا بتوصيتين أخرين مهمتين. التوصية الأولى أن على الدول أن أو نصحوا الدول أو طلبوا من الدول وشجعوها أن تنشئ مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لتقوم هذه المؤسسات وبشروط موضوعة محددة لها عرفت في مبادئ باريس فيما بعد، تكون مستقلة كاملة، لديها ولاية كاملة واسعة، لديها استقلال مالي وإداري، لديها تمثيل أو مؤسساتها أو يكون ممثلا لكل المجتمع، في لها شروط بحيث تكون مستقلة بقدر ما يكون الإنسان مستقل أو المؤسسة تكون مستقلة، لكن هي مؤسسة وطنية وتعمل بمعايير الدولية. طبعا دورها بكل أمانة استشاري، لكن مش استشاري الذي يشاور يستشار ولا يأخذ، لا استشاري ملزم. ذكرت أنت التمويل بسرعة. أولا هي تمول من الدولة، ولكن إحنا لا نحبذ نهائيا التمويل الأجنبي. إذا وجدنا أحيانا أن هنالك بعض التمويل ليس كأجنبي وإنما في برامج مشتركة لصالح نشاط لا يتدخل فينا أي جهة، نقوم بتنفيذ هذا النشاط باستقلالية. تقريبا إذن التمويل أردني خالص وطني 99% تمويل أردني خالص. ثم نعمل إحنا بكل أمانة، ميزتنا أننا لسنا معارضة ولا موالاة. نحن هيئة مستقلة أنشأت، يعني زي يعمل تشخيص الطبيب الذي يطمع يعمل تشخيص للواقع، ما للدولة وما عليها، ما للمجتمع وما عليه، ما للمواطن وما عليه. نعمل ونقوم بهذا الدور. ويتكون المجلس طبعا كما تعرف من الأمانة العامة ومفوض العام، هو يدير الأمانة العامة وهو المسؤول عن المباشر عن الانتهاكات، والمجلس يعاونه مجلس من 20 شخصية تقريبا
يقوم بوضع السياسات العامة، وكلهم يعني شخصيات إدارة المركز خبرة. تعين من من والمجلس الأمناء من قبل إدارة قرار بمن من من إدارة المركز؟ نعم، إدارة المركز والمفوض العام يعين بتنسيب من مجلس الأمناء إلى رئيس الوزراء والرئيس الوزراء إلى جلالة الملك لأخذ الإرادة، هذا بروسس يعني. نعم. لكن هو التعيين الحكومة قد ترفض، لكن عليها أن تبرر إذا أرادت أن ترفض تعيين. نعم. أي شخص يعني كونه يأتي التمويل من الدولة بتدخله يعني؟ أنا بقول لك كواقع لم نرى حقيقة، لم أنا في عهدي وأنا يعني أتحدى لم تتدخل في تقارير لا، بالعكس يعني إحنا نقول لكن إحنا نقول بموضوعية ما للحكومة وما عليها، إذا بتقرأ تقارير وتتابع ولا يستطيع، لم أرى ولم ألمس أي تدخل. نعم، وللأمانة أنا قرأت تقرير 2013 واضح أن في هناك حديث عن أخطاء كبيرة وموجودة في كل الدولة يعني بدون احتراز، يعني بعرفش إذا في شغلات يعني، لكن هذا الوضع. بدي أبدأ أتحدث، الناس بهمة تعرف الآن واقع الحريات في بلدنا، تعرف الناس بتتحرك بتروح بتيجي بتسكن بنحاجة جوازها، بتروح على المخفر بتتوقف، فحابة تعرف هذا المركز الوطني اللي ممكن يقدم لها يعني خلينا نسميها كثير من الحالة التنويرية إضافة إلى أنه يساعدها، بيقدر المواطن الأردني يجي يشتكي في المركز طبعاً الوطني؟ طبعا علاقتكم بالمواطن يا سيدي، أولا موضوع دور المركز خلينا نتحدث عنه وما يقوم به، وهو رصد حالة حقوق الإنسان في الوطن بشكل كامل على ثلاث مسارات. نعم. المسار الأول كأي مؤسسة وطنية نقوم بمتابعة الشكاوى، والشكاوى لها أكثر من قناة، قناتها مفتوحة في أن أول شيء خط ساخن شكاوات فردية، نحن عبر شخص طرف ثالث أو شخص ثالث أو جهة ثالثة ما نراه ونسمع عنه في الإعلام في وسائل الإعلام كلها نحن نتابعه. حلو. فنحن كل شيء مفتوح أمامنا، عندنا اللي أنت ذكرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الإعلان العالمي هو يعتبر هو مش ما خلق حقوق الإنسان، هو نظمها وحط ما يسمى بالأساس أو منطلق القانون الدولي الحديث لحقوق الإنسان، شخص 30 حق تقريبا. نعم. إحنا لو تقرأ نشوف تقريرنا هو تقريبا 30 حق، وهذا الحقوق يتعلق بحرية التعبير، حرية المحاكمة العادلة، في التنقل، في السفر، في المشاركة العامة، في الحقوق اللي يسموها الحقوق الاقتصادية كل والاجتماعية. الحقوق الموجودة بالدستور، الحقوق الموجودة بالدستور طبعا. فهي الحقوق مش ما في حقوق بالإعلان العالمي حقوق بالدستور مختلفة أو بالقوانين، هي الحقوق حقوق. نعم. فإحنا نقوم بمتابعة هذه الحقوق بكل تجرد وموضوعية. الآن الواقع الحريات في الأردن حقيقة يعني إحنا قد لا تكون شهادتنا كاملة، لأنه هو المواطن الذي يستطيع أن يتحدث. طبعا الشخص الذي يتعرض لأي مضايقة يشعر وكأن الدنيا ظلام، الشخص هذه طبيعة الشخص الذي لا يشعر بأي مضايقة هو يقول الدنيا قمر وربيع. فنحن هذا الواقع ميزتنا، نحن نرى الجانب الإيجابي والجانب السلبي بكل أمانة. حقوق الإنسان لا يوجد سجلنا يعني ناصع، نحن لسنا في يوتوبيا، ليس في جمهورية أفلاطون ولا أيام عمر بن الخطاب، نحن في مجتمع متداخل، مجتمع في حالة اشتباك إيجابي. في أجهزة تقوم في عندك قوانين في التشريعات، يعني لو أخذنا القوانين بعض الكثير من القوانين في مشاكل بالتشريعات في، لكن هو يعني لا يوجد عندنا إحنا مثلا تشريعات تمنهج التعذيب أو تمنهج مثلا التمييز اللي هو محرم، أو تشريعات تعتدي على كرامة المواطن، لكن التشريعات فيها ثغرات لا ترتقي للمعايير الدولية اللي هي موضوعة نظريا كمقياس مثالي. وهنا يأتي الإشكالية، نفس الإشي في السياسات، في هذا الصندوق الأسود بين القوانين وبين الممارسة اليومية، هذه السياسات الحكومية اللي ما حد يعرفها، الحكومة تصيغ تشريعات، تصيغ سياسات واستراتيجيات، تضع خطط إما سواء نفذت أو ما تنفذ، كثير من الناس لا يعرفونها، مرات الموظفين نفسها ما بيعرفوا هاي السياسة. صحيح. طيب. في الممارسات اليومية قد يحدث معك إشكالية مع دورية شرطة أو في دائرة أو في ممارسة معينة، نحن أي شكاية نتقبلها تصلنا نوع نعالجها، وبالمناسبة حتى أتصل لك الحديث. لكم صلاحية الحركة على هذه الجهات؟ طبعاً إن صلاحية وحقيقة كل. من وين جت صلاحية من القانون؟ من وين؟ طبعاً بقانون المركز رقم 151 2006 حقيقة المفوض العام المادة 10 بتقول المفوض العام يستطيع أو 12 مش بتذكر، يعني المفوض العام يستطيع إنهاء أي انتهاك بكل السبل المتاحة. نعم. طبعاً السبل المتاحة في النهاية يعني ما عنده المفوض العام الوسائل اللي المتاحة الأخرى. لكن عنده السلاح وهو الرأي لا سمح الله، نحن مش بحاجة، السلاح هو الرأي العام، نحن سلاحنا الرأي العام، لكن نبدأ بعملية طويلة وصبر على أمل نعالج إذا كان تشريعا غيره
إذا كان سياسة نعدلها ونطور عليها وننصح وإذا كان ممارسة كمان نعالجها ويجري. الآن ليس لا يوجد شيء كامل. صحيح، رح نجي ندخل ببعض التفصيلات من العناوين اللي كانت بالتقرير، لكن قبل ذلك بدي إياك توضح لي قصة الإلزامية. يعني تقاريركم إلزامية، إلزامية لمن؟ هل لمستها أنه في تقرير من التقارير قدمتوه فعلا تأثرت في جهات وغيرت سواء على المستوى التشريعي أو المستوى الأدائي؟ يا سيدي اسمح لي. حقوق الإنسان كلها في طبيعتها الدولة ألزمت نفسها، يعني لو بديت من الأساس هي أصلا واجب في الدستور ملزم على الحكومة، يعني الحكومة نفسها ألزمت نفسها. صحيح، دساتير إحنا صحيح. ها؟ هي نصوص دستورية. إحنا مجرد هي تراقب عندما تقع الانتهاكات وتحصل. الآن هناك يحصل أحيانا أن الدولة قد يحصل اجتهاد أن الدولة لظروف معينة، وهنا يأتي موضوع حقوق الإنسان والأمن، موضوع حقوق الفرد مقابل المجموعة، الإساءة باسم الحرية أحيانا لشخص أو لكرامته أو لاغتياله، لأن الكرامة الإنسانية أو هي أصلا لو شفت الإعلان العالمي والقرآن الكريم الكرامة الإنسانية هي أصلا منبع هاي الحقوق. صحيح. يعني فأنت إذا في شخص بغض النظر تحت أي مسمى إذا تنتهك كرامته، حتى الشخص الذي يقترف أكبر الجرائم المجرم له حقوق كمجرم كإنسان بحكم أنه إنسان مش كمجرم. نعم. نعم. بحكم صحيح. أنه إنسان. نعم. فنحن نقع في إشكالات كثيرة، المواطن يعتقد أن هنالك سيف بيد المركز الوطني، في أي خطأ يجب أن ينفذ فورا حكم ميداني. لا، في نقاط، في إجراءات، في إجراءات، في تغييرات. كانت حقوق الإنسان غريبة عن المفهوم، عن الدولة، عن المسؤول. نعم. وعن المجتمع. صحيح، اشرح لي يعني علاقتكم في مؤسسات الدولة. كلمة حقوق الإنسان ترى كلمة يعني سيدي حتى كانت صعبة. يعني يمكن الصدف، لا نتحدث عن تجربتي الشخصية، للصدف اني انا اجيت وانا اعرف تفكير الدولة حول حقوق الانسان، لاني كنت انا مندوب دائم في جنيف. نعم. وكنت اول نائب رئيس من عن اسيا لمجلس حقوق الانسان ونائب رئيس ومقرر للمجلس، ومن اللي انشأوا تقريبا ساهموا في انشاء المجلس. نعم. طبعا هذا الشيء يتعلق في مهنتي واجب. نعم. يعني وكنت اعرف تفكير الدولة ويعني خوفها، وين مواقع وين المبالغة بتعامل المجلس المركز، أنا بدي أتحدث عن المركز. نعم. وين في أخطاء أو مش أخطاء، يعني لم ينتهج المنهجية خلينا أقول التي تساعد على المركز اللي سبقوني قاموا بعمل رائع. نعم. أشهروه أظهروه. نعم. أعطوه موقع سمعة عالمية، أعطوه سمعة شعبية. كوي. لكن فعاليته كانت وين كانت المشكلة؟ وين؟ المشكلة كان أنه يتحدث بإشكالية مع الدولة. كان في مناكفة إلى حد ما، أنا ما بستحي من حدا يعني. لكن هاي المناكفة أعطته شعبية، لكن شوي أثرت على فعاليته مع الدولة. نعم. الدولة الآن تشعر إذا كان في مؤسسة تنصحها وبدون أن تناكفها، تنصحها ولا تحرجها، لا تجرحها. نعم. المسؤول غصبا عنه بده يشوف وين الخطأ. إذا أمعن في الخطأ أنت تذهب لا تناكفه كشخص، لأنه لا تصبح أنت صاحب القضية، تذهب إلى الرأي العام وتقول هذا القانون بيسيء للمواطن. وانطلقنا من قناعة حقيقة ونجحنا فيها أمام رأس الدولة. أمام جلالة الملك، يعني أنا قلت له يا جلالة الملك بصراحة يمكن أستطيع أقول أنا 35 سنة أدافع عن الدولة من اتجاه ممارساتها بحق المواطن. نعم. وكنت أعتقد أني أخدم مصلحة الوطن والمصلحة الوطنية والنظام. نعم. الآن أنا بدافع عن المواطن من إجراءات وممارسات الأجهزة والدولة والثغرات والانتهاكات الموجودة. حلو. ومش أعتقد متيقن أنني أخدم المصلحة الوطنية. نعم. حقيقة ما شفت انزعج، يعني راحت ارتياح. نعم. وفورا أمر بدراسة وتنفيذ توصيات المركز لذاك العام. مش أنا لا أدعي، طبعا ساعدنا ظروف الحراك، الربيع العربي، تغيير المزاج العام، عوامل كثيرة. لكن في مرات لحظة تاريخية يجد شخص معين أو هيئة، أو ساعدني مجلس أمناء في هذا التوجه حقيقة. مجلس أمناء كان مهيئ لهذا التوجه وساعدوني أنه نحن الآن يجب أن نكون أمينين للمواطن وللمسؤول ونضع الأوراق مفتوحة، وهذا اللي مشينا فيه. وما دام في تأثير يعني تصبح الأمانة أعظم. والتأثير قصدي يعني ليس من خلال قانون أو سلطة. لا، لا، من خلال تأثير، من خلال قدرة على الإقناع أدبي ومعنوي ورأي عام. وإقناع الدولة أن مصلحة أن حقوق الإنسان تخدم الأمن، تخدم الاستقرار، تخدم الازدهار، ولا تمس يعني. تشعر أن مؤسسة الدولة بتترقب التقرير، بتخاف؟ هو الخوف. لا، تستخدم عبارة ثانية حر أنت بس يا سيدي يعني. خليني أقول لك، مؤسسات الدولة فيها مستويات. الآن إحنا بكل أمانة الرأي، الإرادة، النظام، المستوى الأعلى من السياسة واضحة له أهمية التقرير وأهمية والنهج. حلو. ولكن اللي تحت لساتهم ما بدهم وقت.
يعني حتى مسؤولين لا يزالوا. احنا الان في صدد خطه وطنيه، الان في اجتماع بالبحر الميت، يعني انا لو لم اكن امامك ساكون لازم اكون في اجتماع لصياغه خطه ووضع لمسات يعني الاوليه لها، او الاسس الاوليه والعناصر الاوليه في الخطه الوطنيه اللي طلبت الحكومه تشكيلها، وهذه خطوه رائده. لا يزال الموظفين يعني اما ليس لديهم المعرفه والقدره، حتى يا سيدي هذه الاتفاقات الدوليه 8 اتفاقات او 7 اتفاقات مع ملحقاتها، مع كثير من المسؤولين لا يعرفوها، كثير من المواطنين لا يعرفوها. فيعني مش سهل التغيير البطيء، لكن الموضوعي مش سهل. انه قبل تعتبر اقول انسان شغله خارجيه، المركز الوطني هذا بيهدد الامن، هذا موحى له من الخارج، هذا ضد الاسره. في سؤال بالمقدمة التقرير 2013، هل القلق اللي يشعر فيه المواطن والله مثلا حقوق المرأة قد تهدم الأسرة، مثلا نقد رأس الدولة الموضوعي، أو راح نحكي عن الأسئلة العسل لا احنا الآن، واحنا أنا بشعر، أنا بالنسبة كمفوض عام ومجلس الأمناء نشعر أننا الآن في علاقة، يعني مش نقول شهر عسل، لكن الآن على الأقل في وضوح في العلاقة، في وضوح مع الدولة، مع الدولة ومع نعمل الآن أن ينتن نفس العلاقة تكون مع المواطن، ويشعر المواطن أن أيضا عليه قيود هنا على ممارسته لحريته على نعم. يعني بدي أبدأ بالتقرير 2013، يعني طرح 10 أسئلة، 12 سؤال، سقف عالي يعني مرتفع، ولا سقف عالي ولا شيء، ما في سقوف، يعني أقصد أنه يعني يعني موضوعية، يعني المواطن يعني بيعتقد أنه يعني هل تتوفر معايير المحاكم العادلة، منح الجنسية لأبناء الأردنية، مطالب المرأة بشكل عام، هل الادعاء العام أو النيابة العامة مستقل كما في المعايير الدولية، هذه من الأمور المطروحة، صحيح. انتقاد رأس الدولة وسياسته ومواقفه بموضوعية وتجرد، هيك العبارة بالضبط، صحيح. المادة 19 من العهد الدولي، النقابات، اتفاقيات اللاجئين، حديث عن الأمن، العنف ضد المتظاهرين. يعني هذه الأسئلة يعني لماذا طرحتوها، من أين جاءت؟ سيدي لأنه هذا من واقع مراقبة، حلو. إحنا شعرنا أن هذه الأسئلة أولا تطرح هذه على الأردن بالمنظمات الدولية، ولكن بطريقة جارحة وطريقة فيها إدانة واستثمار سياسي، وتستخدم كنوع من أنا ابن الدولة وابن النظام وابن الوطن، أنا وأعرف كيف السياسات الدولية تدار، ولا يوجد لديها شيء يعني مجانا، سواء دعمها المالي سواء دعمها السياسي أو حتى ما تقدمه من نصائح للمجتمع، حتى للمجتمع، فهي ليست تقوم بمجانا. نحن نطرح هذه الأسئلة أولا من واقعنا، لأننا قرأنا واقع الأردن، وهذه أسئلة من واقع المواطن، يطرحها المواطن بتفكير، والمسؤول يعاني مع يعالج يعني يعاني أو يتعامل معها، صحيح لا يصرح فيها أحيانا، لكن هذه أسئلة مطروحة الآن. أنت لديك شباب في الحراك يدعون أنهم مناضلي ومعتقلي حرية، لما نروح نحقق نقيم أنهم انتهكوا كرامة الأشخاص معين بغض النظر، أنت حريتك مقيدة حتى في المعايير الدولية، لا نتحدث عن الدستور ولا عن قانون الأردني الذي يحرم ويدين، سواء قانون العقوبات أو القانون الإرهاب أو مواقف من هذه القوانين، لكن حتى المعايير الدولية التي هي السقف الأعلى للحقوق لعملنا لا تؤيد أن تقوم بتجريح إنسان أو تهدد الأمن. هلا قد يكون هنالك سوء فهم بتعديد ما هو تهديد الأمن، لأن القانون اللي بصراحة العقوبة بصراحة هي لها شقين، شق إيجابي عندما تكون للمجتمع، وشق سلبي عندما تتحول لخدمة شخص أو لنظام سياسي، فيجب أن تكون العقوبة للمجتمع. هذه الإشكالية هي اللي خلتنا نطرح هاي الأسئلة بوضوح، ونقول يا مواطن ما لك وما عليك، ويا نظام ويا حكومة ويا مؤسسات ما لك وما عليك، وفي تجاوب مع رأس الدولة يعني نحن نجده، وجدنا يعني أنه لازم نطرحها، سواء يعني رضي من رضي، شو بدنا نسوي، هذا أمانة مسؤولية للكل، لمصلحة الكل، الوطن يتطلب أن نكون صادقين، وهذا ما نقلناه في مجلس الأمناء ووجهونا نقوله وقلته. نعم جميل، وهذا كان من خلال وقالوا هذا التقرير مجلس الأمناء، هو نفسه يعني موافق عليه كل عضو من أعضاء مجلس الأمناء. طيب يعني مش تقرير المفوض ولا تقرير المركز موسى ولا تقرير المركز، جميل. تقرير مجلس الأمناء. طيب اسمح لنا ناخذ اتصال بعد إذنك دكتور موسى. معنا الآن على الهاتف الناشط النقابي والحقوقي المهندس ميسرة ملص. مساء الخير مهندس ميسرة. مساء النور. يعني احنا اليوم نحكي عن واقع الحريات في الأردن، وانت رئيس لجنة حريات، وسبق انك اصدرت تقارير ايضا، واليوم العالمي لحقوق الانسان كان بالامس، كيف تصف او كيف يمكن ان نصف هذا الواقع في الاردن؟ للاسف في تراجع كبير في الاردن في حقوق الانسان. في اليوم بالمناسبه هيومن رايتس ووتش اصدرت بيان. عنونا الصوت لو سمحتوا. هلو تفضل مهندس تفضل.
وللاسف يعني اليوم هيومن رايتس ووتش اصدرت بيان تبين حجم الانتهاك اللي حاصل في موضوع ابداء الراي، يعني حريه التعبير في الراي لاول مره يعتقل ناس، بس اول مره بس بهذه الكثافه على الاقل على خلفيه تعبيرهم سواء على الفيسبوك او تويتر. وهذا بصراحه يعني شيء غير لائق في دوله زي الاردن. نحن بجزء بالاحكام العرفيه كان التعبير عن الراي مسموح فيه أكثر من هاي الفترة. نعم. يعني أنا عايشت ما قبل 89 كان ما يقال أكبر من هيك وما كان يعتقل الناس. الآن يعتقلوا الناس على رأي سواء على الفيسبوك أو على تويتر. هل المشكلة بالتشريعات أم بالممارسات هنا مهندس ميسرة؟ والله بالتنتين، تشريعات قانون الإرهاب هذا المطاط اللي زي بفصل زي ما بده. أنا هلأ كلامي أنا وياك إذا بدك بجوز يجي عبالهم يحولوني على المدعي العام. وبعدين للأسف كل التعديلات الشكلية اللي عملوها على أساس محاكمة المدنيين قدام محاكم مدنية ونظامية ما تم. الآن المدنيين يقدموا إلى محاكم خاصة، وهذا يعني مسلبة كبيرة فيه كمان أيضا. وهذه المحاكم أصلا يعني متنافية مع أسس المحاكم العادلة اللي لازم تكون على مراحل، لازم تكون مستقلة، قضاء مستقلين غير مرتبطين في تراتبية. طيب. واقع الحال مش هيك أبدا. طيب مهندس ميسرة، وأنت متابع المركز الوطني لحقوق الإنسان يقوم بدور في هذا الاتجاه، كيف ترى، كيف تقيمه في السنوات حتى الأخيرة؟ للأسف المركز الوطني لحقوق الإنسان في تراجع. يعني نحن بنعرف المجالس الإدارة السابقين والمفوضين السابقين كيف كانوا يتعاملوا مع الحكومة ويقفوا، كانت تقارير تطلع سواء في تزوير انتخابات في مواقف مختلفة. الآن واضح المركز أنه يعني بديش أقول متناسق هو والحكومة، لكن للأسف يعني لا يعبر الآن عن الصوت اللي كان معبر عنه سابقا، وأصبح بصراحة يعني يتعامى عن الكثير من الواقع ولا يتابعه. نعم. خلينا نجاوبه. خليك مهندس ميسرة يبقى معنا، لا تروح قول له يبقى معنا مهندس ميسرة. خلينا نكون صريحين. نعم. يعني حقيقة ما حكى رأي غير موضوعي، رأيه احترمه لكن غير صحيح وغير موضوعي ولا تسند الحقائق. بالنسبة للمركز في التراجع هذا غير صحيح، وانت تحكي شو رأيك به يوم الرايت شوتش؟ انت انا راح نناقش موضوع مهندس. انا سمعتك اسمعني. طيب. خلي صدرك واسع، انا بس برحب فيك واهلا وسهلا فيك، بس اسمعني. انا فيك لا، بس انا حبيت احكي لك على رايك فيه بس تعقب من ضمن كلامك. طيب لا رايك عن مهندس عن تقرير هيومن رايتس. انا بقول بكل امانه رايه غير موضوعي وغير لا يستند الى الحقائق ولا تدعم الحقائق. اولا المركز ليس تراجع، لا يوجد اي تراجع، لانه نحن وانتم هاي التقرير امامكم، ونحن اطلب منه انه يعطي رايه ويتابع او يقارن هذا التقرير والتقرير اللي قبله اللي صدره في وقت المفوض العام الحالي مع التقارير السابقة وبدراسة محايدة ويعطيها لأشخاص محايدين. وانت تفضلت وذكرت عن السقف وعن الموضوعية، لكن عن الانتخابات في التقرير احنا وحكينا لكن احنا كان في انتخابات تزور، انا زور ضد يعني الانتخابات اللي انا دخلت فيها 2010، لكن ما في تزوير صارخ زي ما حصل في تلاعب، واشرنا له في حتى في يوم الانتخاب قلنا ان الانتخابات قد تقدمت كثيرا لكن لم تكن ترقى الى المعايير الدوليه بالكامل. نعم. فهذا يعني مع حقيقه في تجني كامل. انا مش بديش ادافع عن المركز ولا يوجد تلاغم مع الحكومه، لكن لا يوجد مناكفه للحكومه ولا تجريح ولا هذا المطلوب، وليس هو هذا. وهي واضح انها سياسه جديده. هو كانت سياسه وانا ذكرتها، وليس في مبادئ باريس التي يقوم عليها عمل المركز ودوره، ومن هنا اتت فعاليته، ومن هنا اتت العلاقه يعني التشاركيه خلينا نقول. ونحن لسنا معارضه. نعم. نحن مؤسسه مستقله عن المعارضه وعن الحكومة، لا نتحدث لا بصوت المعارضة ولا بصوت الحكومة. نعم. وأنا أعرف الأخ ملاص وأنا في الخارجية. نعم. وأنا بعرفه وصوته مرتفع وهذا رأيه وأنا أحترمه، لكن لا يجوز أن يسقط رأيه على المجموع ويتحدث باسم المجموع. يجوز المركز في تراجع، هذا حكي غير دقيق. نعم. وغير منصف. جميل. للجميع اللي يشتغلوا في المركز بتوصل التقارير لكم. خليني أكمل لك الأشياء اللي الأشياء اللي طرحها. أنا ما عندي مشكلة أنه يقول هو في تراجع في الحريات، بدي قضايا يعني قضية لأنه إحنا لا نتطلع بشكل عام. بشكل عام إحنا في تقريرنا إذا تقرأوا قلنا في مسارين، حتى لما قدمت التقرير للإعلام إذا تذكر قلنا في مسار عليه تقدم، في مسار عليه تراجع. نعم.
هو يحكي على المسار عليه تراجع حر، بس ما بيقول ما يقدرش يمنعني اقول انه في مسار ثاني عليه تقدم. فهو يعتبر انه اذا قلنا إن بموضوعيه تحدثنا انه هذا تراجع وهذا هذا رايه وهذا رايه لا يشار اقليه، على الاقل اذا كان مني ربما كناشط سياسي، انا لو كنت ناشط سياسي ربما سانتقي واختار الجزئيه الصغيره التي تهمني. نعم. اولا موضوع التشريعات، نعم احنا اعترضنا على قانون الارهاب وعرضنا ولا زلنا نعرضه. ونحن قدمنا للحكومه ولرئيس الحكومه والكل يعرف اننا قلنا هذا قانون لا ينسجم مع المعايير الدوليه ويجب تغيره، وحتى الان في الاعلام اول امبارح كنت على التلفزيون قلت طالق حتى يصحح حتى يعدل هذا القانون على الاقل يجب ان يطبق بحكمه. بالنسبه يعني هون ما اختلفتش انت مع موقف الاستاذ ميسره في ليه ما بختلف، هو بده يختلف، انت لا ترى يعني يعني مناسب. هلا في المحاكمات نفس الشيء امام، لو قرات تقريرنا ستجد انه ما في شيء والله. انا يعني كنت حابب الناس تطلع عليه، يعني انا كل الاشياء اللي حكاها بدي اسالك سؤال يعني يحرجك مرات انك كنت موظف دوله بالتالي يعني يستسهل بعض بالعكس هو الناس يطخوا هي ما عندي انت موظف دولي وكل اخي من دولي احكي لك شغله. نعم. انا زلمه بعتز فيما اقوم فيه وافعل فيه، هلا لست كاملا نقطة ومش انا بقوم، الناس تفتكر انه هذا الموظف هو في تشخيص، هذا مش سياستي انا، مش انا لا وحدي ادير مركز ولا احضع سياسته، هذا التقرير بالذات والسياسه و20 موظف 20 مجلس عضو من مجلس العلماء ولهم مشارب مختلفه واتجاهات مختلفه، في منهم من يرى سقف اعلى مما يرى الاكثريه وفي منهم من يرى سقف اقل ما يرى مثلا، احنا لما نجلس ونتناقش نمثل المجتمع. في ناس يذهب أبعد من الأخ ميسرة بصراحة في المجلس، وفي ناس يذهب بالاتجاه الآخر أيضا كثير ويقول لا يعني لأنه هذه حقوق الإنسان تتعلق بالأمن الوطني تتعلق بالعمل ربما ينتظر الناس منكم المجتمع. إلزامية أكثر في تقاريركم، إلزامية أكثر في تقاريركم. شوف هو مش هو حقوق الإنسان بأساسها مش هي الدولة ألزمت نفسها فيها وأصبحت ملزمة بحكم تطور في تطور البشرية نحو احترام هذه المنظومة من كيف تتعامل الدولة مع نفسها ومع مواطنيها، فهي الإلزامية بالحقوق موجودة بالدستور وبالقوانين. نعم. نعم. ليس في تقارير المركز، يعني الغلط انه هاي الإلزامية في التقارير. وانا صراحة بتمنى الناس تقرا تقرير 2013 وبتمنى الاخ ميسر يقرا، بتمنى الجميع يقراه، يعني انا صراحة يعني من الناس اللي قراوا بتبدا بالنقاط 12 فيها سقف بدي ترد انت على اخ ميسر. بتمنى انه يقراوا الجميع لانه في سقف مرتفع وفي نقد لاذع لمؤسسات الدولة في كثير من المفاصل. أشكرك. يعني الأمانة بدي ابدا باول موضوع بجوز بهم الناس، تطرقتم ولا زلتم وصار جدل في الآونة الأخيرة حول قضية عقوبة الإعدام. نعم. جدل كبير وجدل نعم. ساخن. نعم. نعم. تعرف أنه في أكثر من 112 حالة بجوز صححني على الرقم. نعم. معلقة الإعدام 106 أظن 106. نعم. إحنا بنتحدث عن عقوبة إعدام موجودة في الدستور وفي القانون. صح. لكن تحتاج إلى مصادقة من الملك بمعنى القرار السياسي يبدو على ما يبدو أنه. نعم. كيف يتعامل معها المركز خاصة في الفترة الأخيرة الجرائم الناس طالبت. اسمح لي أقول لك كيف نتعامل. وأنتوا عندكم قدرة تقرأوها. نعم. هي إحنا معيارنا أولا في قانون المركز يستلهم المركز ويعتمد في مواقفه على ما في الشريعة الإسلامية السمحة. نعم. بمفهومها السمح الواسع مش بالفتاوي أو باستخدامات الدين اللي من كل نظام سياسي عنده المفتين وعنده رجال، يعني ما لنا إحنا الرسالة الحقيقية لروح الإسلام. نعم. ثم هلا مين يقرأها هذا موضوع ثاني، ثم الدستور ومن ثم المعايير الدولية. الآن لحسن الحظ هذه الثلاث تتفق على أولا باختصار عقوبة الإعدام هي عقوبة جائرة. نعم. لا يوجد في المعايير لا يوجد في المعايير الدولية ما يحرم بتاتا بقطعا إلغاء عقوبة الإعدام أو يحرمها، لكن في حملة عالمية موجودة بشكل عام في الغرب بسبب مهمة كيف استخدم الإعدام في دول أيام الدكتاتوريات. صحيح. وأحيانا بسبب القضاء أحيانا بسبب الظروف قد يحدث أن تخطأ في تنفيذ عقوبة الإعدام بحق شخص ويقول انها قاسيه وتحرم الحق في الحياه، هذا خلافي، لكن لا يوجد في النصوص في المعايير الدوليه تحريم مطلق. في هنالك نصوص تطالب الدول ان تصل الى مرحله الغاء عقوبه الاعدام. لا ماذا يعني ذلك؟ يعني ان يتطور المجتمع، ان تتطور وسائل التعامل مع الجريمه، وهذا موجود في القران. يعني لما يقولوا وان تصفحوا وان تعفوا خير لكم، يعني موجود في الشريعه. انتوا واصلين بالاردن شايفينها؟ والله شوف هي الان انا بدي احكي عن الجانب الدولي. آه. لانه هو اللي يضغط على الحكومه. الان الجانب الدولي حتى يسمعونا الحكومه. نعم. الجانب الدولي لا يلغي الاعدام، هو يقصر جدا على اشد الجرائم خطوره. هلا اشد الجرائم خطوره لا تتعدى ثلاث اربع خمس جرائم، او يعني اشد الجرائم خطوره هي نوعين، القتل العمد الذي يحدث يعني بحقوق خصوصا فئات قاصره، والقتل العمد يعني ثم
الجرائم التي تحدث أثرا ضررا خطيرا كبيرا على المجتمع. هلا كل دولة بتقدرها، هنا المشكلة كيف تقدر الحكومة والمؤسسات هذين الأمرين. وهذا موضوع ما تقدر تجزم عليه، يعني في جريمة تستدعي تقول أنا لو قمت فيها بدي أتنفذها، في جرائم يقول والله يعني فيها صفح وفيها كذا. فالآن أنا بتقرأ خصوصية المجتمع هنا إحنا يا سيدي، والله أقول لك مع الناس قدرات يعني احنا قراءة ذاتية، كل واحد من واقعه، كل عضو مجلس أمناء، كل شخص خبير عندي ومحامين، كل واحد من قناعاته وقيمه ومشاعره، لكن في سياسة عامة وفي حوار بيننا. الآن بكل أمانة الحكومة تتأرجح في أخطاء، هلا في افتراضات قد تكون خاطئة وقد تكون صحيحة. في افتراض أول هو يجب بحاجة لاختبار وفحص أن تنفيذ عقوبة الإعدام سيحد من نسبة الجريمة. الآن في معلومات وفي احصائيات تقول هذا صحيح وفي احصائيات تقول هذا غير صحيح. مثلا بيجيبوا لك دوله عربيه صار فيها مثلا عمليه اجراميه انقلاب، نفذوا الاعدام في المجرمين، ثاني سنه صار فيها ثالث سنه انقلاب ثاني ثالث، يعني في بالعكس انه في دول ما بتنفذ عقوبه الاعدام وما فيها جرائم. كندا مثلا ألغت عقوبة الإعدام من الثمانينات والسبعينات وتكون الجرائم عم تتنازع، صارت في تناقضات. فموضوع العلاقة بين الجريمة والإعدام والعقوبة عملية مش مباشرة. العامل الدولي ضاغط علينا بقضية العامل الدولي، لا هم شوف يعني إحنا كونا أوقفنا يعني هذه خطوة إيجابية. هلأ دائما تتراجع عن خطوة إيجابية ليس مستحسن، مش مستحسن لكن مش محرم. أنا بقول لك لكن إحنا نصحنا الحكومة إنها تدرس وتفعل كل شيء ممكن حتى لا تعود إلى عن خطوة حسنة. لكن ما في تحريم دولي ولا في الشريعة في تحريم. فهمت يعني وفق ما قرأته. تسمح لنا نأخذ أيضا هذا الاتصال معنا الأستاذ نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحفيين. والله أنت مش مخلي من النشامة ولا نشمي لسه ما جاهز الأستاذ نضال. حقوق الإنسان أظن النشامة حقوق الإنسان. نعم نعم نعم، بس جد والله تعطونا إشارة عشان لا بعديها نناقش مع الدكتور موسى قصة الإعلام، لأنه في بالتقرير حديث عن الإعلام. لكن بدي هل تتوفر سؤال يعني لفت نظري في المقدمة، هل تتوفر معايير المحاكمة العادلة؟ مش بالكامل في عدالة في قضايا وفي بعض مرات يصير سوء فهم. واحكي لك وين مشاكلها، بدي اشوف. انا بقول لك في مشاكل نوعين. ترى انت كأنك بتحكي بهموم الناس هون. انا بقول لك مشاكل المحاكمة العادلة في شروط إلها، شروط انا اسميها اجرائيه، قانون المحامين يحكوا فيها ابتداء من عندما تلقي القبض على الشخص، يجب ان تبلغوا طبيعه التهمه، يجب ان لا تتعرضوا الى اي ضغط، لا يعني ما في كفين وشلوط ودفشه وتعال ولا وكذا، ما في مفروض. بعدين يجب ان تفحصوا فحص طبي اذا في امكان يبين بعدها اذا صار عليه اي ضرر فورا. هلا يجب ان يكون بحضور محامي، يحضر محامي ويشارك في استجوابه. هذه البدايات، هذه فيها انتهاكات بصراحه، فيها انتهاكات لكن ليس جسيمة. هلا نجي لاجي لا شيء ثاني. يعني مش جسيمة، يعني تحدث حالات مش دائما، مش مستمره، مش ممنهج. يعني ما في قرار عند المسؤول الكبير انه هذا بس تيجوا تطيحوا يعني يمسكوا الزلمه هذا طعموه بدل بسرعه انت زعولي منه اعتراف. لا بالعكس في مقاومه من المسؤولين، لكن الافراد اللي بيصير بينهم احتكاك، بيصير احتكاك برات. احنا عندنا مفهوم انه لما تعتقل تقاوم الشرطي في الخارج، اذا تعتقل يجب ان تاخذ الارض وتحط ايديك ورا ظهرك. احنا بصير مدافشه بينه وبين الشرطه، بصير زي خلاف شخصي احيانا. وبصير طبعا الاجهزه عندها مشاكل الان مخدرات، انا ما ببرر لهم، هم هذه مخالفات. ثم في استمرار لها مده التوقيف الطويل لا يجوز، مده كذا كذا كذا، لكن هاي كلها بصراحه ليست هي الضمانات الكافيه للمحاكمه العادله. انا في حكم دراستي الخاصه في العلوم السياسيه وفي الانظمه السياسيه، المحاكمه العادله هي ليست اجراءات قانونيه، هي اليات اجتماعيه تمنع سيطره تيار او فئه او شخص ونوازعه وتطلعاته على مصير الأمة. يعني بمعنى وجود أسس قانونية فعلية تتميز. هلا بدك تزعل مني، أولا فصل الدين عن الدولة، يعني لا يجوز أن تجمع الدين والسياسة. ثانيا يجب أن تفصل السلطات ويكون في أنظمة يعني نظم ضوابط يسموه checks and balances. يجب أن يكون في عدالة اقتصادية حتى الكل يتمكن يدافع عن نفسه. يجب يعني في النظام السياسي طبيعة تركيبته، المنظمة السياسية نفسها، تنظيم السياسي الذي يحدد العلاقة بين الموظف العام وبين المجتمع تركيبته بصراحة بدون نظام ديمقراطي فعلي ديمقراطية أو عدالة عمر بن الخطاب ما في محاكمة عادلة بالمطلق. ولذلك يعني ضمانات المحاكمة العادلة مش فقط أدوات قانونية، أدوات اقتصادية اجتماعية سياسية. جميل جميل. نرجع للأستاذ نضال منصور. معنا الأستاذ نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحفيين. مساء الخير أستاذ نضال. مساء الفل. يعني اليوم احنا امبارح اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأنت يعني
الحديث عن حقوق وحريات الصحفيين في الأردن في هذا العام كيف هي؟ يعني لا يمكن الحديث بمعزل عن الوضع السياسي والقانوني. نحن لدينا مشكلة تشريعية حتى الآن لا تزال تشكل أداة قيد وأداة ضغط على حرية الإعلام. البيئة السياسية في بعد الربيع العربي 2011 طبعا كان هناك انتهاكات جسيمة كثيرة جدا في 2011 و 2012 و2013، بدأت تتراجع في 2013 و2014، اللي انتهاكات الناتج الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن مشاركة الصحفيين في تغطية الاحتجاجات والحراك الشعبي. الآن هذا النوع من الانتهاكات على الصحفيين تراجع في 2013 وتراجع في 2014، ولكن لا يزال يسجل حتى وإن كانت أعداد يعني أقل بكثير مما كان عليه الوضع 2011 و2012. لكن بشكل عام ما زالت هناك انتهاكات ينظر لها الناس أو تنظر لها الحكومة بعدم الاهتمام وعدم الأهمية، مثل منع التغطية، مثل منع وصول المعلومات بشكل صحيح وبشكل ميسر للصحفيين، قانون حق الوصول للمعلومات غير نافذ. وكما قلت في البداية أنه عندك قانون المطبوعات والنشر اللي العمل في 2013 كان يعني وصمة عار، وجميع الأطراف الآن حكومة وبرلمان وصحفيين ومركز الوطن لحقوق الإنسان والجميع متفقين على ضرورة التعديل، وتحديدا فيما يتعلق بالترخيص صحيح. المسبق اللي أثبت أنه لا فائدة ترجى منه. إحنا في نفس الوقت لا يمكن أن نقارن أوضاع حرية الإعلام يمكن في بعض الدول اللي هي دول فاشلة أو دول فيها تجارب فيها يعني انتهاكات وفيها قتل وفيها اختطاف صحيح. مش معناته هذا انه اذا بنحكي انه وضعنا احنا افضل بكثير انه نضلنا نقارن حالنا بالأسوأ. يجب ان نقارن انفسنا بالدول الحقيقية الديمقراطية اللي فيها حرية الاعلام تعتبر جزء اساسي من التنمية. التنمية بكل أنواعها وعلى رأس التنمية السياسية والاقتصادية. نعم أستاذ نضال، تقرير المركز الوطني 2013 قرأته؟ اطلعت على يعني أجزاء خاصة ما يتعلق بالإعلام. نعم، في هذه الأجزاء الخاصة التي تعلقت في الإعلامية بتعتقد أنها أنصفتكم؟ أنا بعتقد إحنا والمركز الوطني وكل الأطراف الحقوقية ماشيين بمسار واحد، محددين وين النقاط الضعف وين التحديات الأساسية، واحنا يعني في تواصل دائم مع المركز الوطني، والان عم بيشتغل المجتمع المدني مع المركز الوطني على صياغه خطه استراتيجيه وطنيه موازيه او مضمنه بما فعله المركز الوطني. الهدف مش انه نكتب وثائق ولا الهدف نطلع تقارير بس رصد وتوثيق. الهدف من شقين استاذ عمر. الهدف الاول اللي هي آليات المساءلة، بمعنى أن من يرتكب الانتهاكات لابد أن يساءل ولابد أن يحاسب. وفي هذا الشأن هناك إفلات من العقاب حتى الآن، والمركز الوطني يعلم ذلك ويوافق على هذا الرأي. والدليل على ذلك ما حدث أن مديرية الأمن العام بدل أن تحاسب من قاموا بالاعتداء على الصحفيين قالت أنها ستطلب من الحكومة والجهات المختصة ملاحقة الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم بعدم عضوية النقابة. يعني قصة كانت غريبة جدا. والهدف الثاني أنه يصير في إنفاذ للقوانين وإنفاذ للخطط. هناك أجندة وطنية محطوطة على الرف فيها ما فيها شيء ممتاز جدا ما يتعلق بالإعلام. هناك استراتيجية أيضا إعلامية فيها آليات تنفيذية جيدة جدا، ولكن للأسف لم تنفذ حتى الآن. نعم، أشكرك الأستاذ نضال منصور مدير مركز حماية وحرية الصحفي، شكرا على وقتك. علق بسرعة، اسمح لي حقيقة أنا بوافقه بالجوهر 100% بالمجوهر، لكن بدي أضيف لفائدة المشاهد والمواطن حتى ننتقل في هذا، لأنه هذا أحد الأسئلة الحساسة لنا. موضوع في موضوعين، في موضوع حرية الصحافة والتعامل مع الصحفيين والتضييق عليهم. في تضييق غير في نوعين، في العقوبات السجن
هذه لن تتم بدون انتهاك معين من الجهاز الشخص اللي قام ب الذي تعرض للعقوبة، إما أنه انتهك المادة 19 أو قام بنوع من أنواع الانتهاك المادي مما برر اعتقاله بقانون غير لا يتماشى مع المعايير الدولية. أنا بوافقه لا يتماشى، لكن بالمقابل حتى أكون صادق، في تضييقات غير مرئية ليست بشكل عقوبات، قد ترقى الرقابة الرقابة سيد الرقابة الذاتية أول هذا الرقابة الذاتية كيف تأتي؟ أنه أنت تجيب شخص هو أصلا زي ما حكى أحد الإخوان أنه هو شخص مش كفو وتحطه في موقع وتوجهه فهو بده يراقب، بيقول لك انا براقب ذاتيا. الرقابه الذاتيه سلبيه ورقابه ذاتيه ايجابيه. في اشياء الحكومه من خلال مثلا امتلاكها للاعلان التمويل اشياء كثيره، هذه نحن لا ننكر انها قد تضيق على الصحافه وقد تضيق على حريه الصحافه، لكن ما يوقع من عقوبات ماديه بالسجن او التوقيف نحن رصدنا معظمها بسبب انتهاك الشخص لسبب او باخر بطريقه اخرى ربما لجهل او كذا. مش بمجرد ما حكى زي راح حكى ميسر انه فيه تغريدات وكذا، لا، اما مس كرامه شخص او قاب حتى. والحكومه لا يعني انها عندما طبقت القانون طبقت القانون السليم، قد تقول الحكومه اخطات في تطبيق القانون ايضا. نعم، طيب بدي اطلع بهي النقطه لانه في التقرير مذكور اشياء كويسه في هذا الموضوع، حريه التعبير عن الراي تحت هذا العنوان، الحصول على المعلومه ووافقوا ان قانون حصول المعلومه غير مؤثر. نعم، واوصيتم انه هذا يعني القانون بحاجه الى لا يناسب الرقابه. تحدثتوا عن مصطلح رقابه مسبقه لاحقه ثم يعني شوف قلت لك في الرقابه الذاتيه، في الرقابه انه في نوع من انواع احنا ببلدنا وعايشينها. لا نريد احنا ان نخلق وكانه في ازمه يعني كبيره، ولكن لا نلغي ان هنالك تقييدات وهنالك ضوابط. صحيح. هل الحكومه في هنالك الامن احد الاعتبارات التي تستطيع الحكومه والمعايير الدوليه والاتفاقات الدوليه العهد الدولي وحقوق المدنيه السياسيه في هذا الحقوق المنصوص عليها بسموه الحقوق القابله للتعليق. يعني هذا الحقوق القابله للتعليق بالانجليزي بسموه ديروجابل، يعني تقدر تعلقه. في حقوق غير قابله للتعليق، إذا في هناك تهديد لفعلي للأمن الوطني في نظام ديمقراطي وبشكل واضح بتعلق. في أيضا قيود على الحرية، لأن الحرية أهم شيء، حرية التعبير، ليس حرية الرأي، ليست حرية المعتقد، ليس حرية التعبير وحرية الصحافة لأنها تمس الآخرين، فعليها قيود موضوعة ودقيقة جدا. في كثير من الأشخاص يقوم بانتهاكها دون ربما يعتقد أو يشعر أنه ينتهكها، خاصة عندما قد يقوم بشيء يهدد الأمن. أنا لا ما لي علاقة الدولة تدافع عن حالها، لكن مفهوم الأمن بالنسبة للأردن غير عن مفهوم الأمن للولايات المتحدة، غير عن مفهوم الأمن التهديدات تختلف. في أشخاص نفسهم هاي أزمة حوار بين المواطن والدولة، وأنا بعتقد تقصير من الحكومات من الوزارات المعنية. يعني تعال مفهوم الأمن الأردني، مش أنا ما بكفي إنه يجي رئيس حكومة أو مسؤول يقول يا أخي أنا برجعه للمواطنين، هذا ما بربط المواطن بين هذا دولة تعيد الأردنيين العاملين أو تضر مصالحهم وبين مفهوم الأمن. بيصير حوار، بيصير بين الناس. حتى أنا متأكد الشخص الذي يعرف أنه عندما يصدر تصريح أنه قد يضر بأمن الأردن الفعلي لن يقدم على هذا، لن يصدر، لكنه هو أحيانا يفهم أنه هاي حرية التعبير، حرية التعبير ويقوم بإطلاقها. حلو. جميل. شايف جميل. بكل أمانة، وإحنا هذا اللبس اللي بنزيده، اللبس التجريم المتبادل أو الشيطان المتبادل. هلأ في يعني أخوي بعض الإخوان المعارضة مش المعارضة يعني الناشطين عندهم شعور أنه هم مستهدفين وفي عليهم تجريم أو شيطنة، بالمقابل في شيطنة مقابل للحكومة. احنا هاي الشيطنة المتبادلة لا نريد ان ندخل فيها. نعم. كمركز وطني. صحيح. هم كل واحد يحطها في اطار الحكومة تحطها في اطار الامن الوطني، والمعارضة والنشطاء يحطوها في اطار حرية التعبير. هذه احنا بتسبب لنا اشكالية. بيجي اخ مثل الاخوان ما يسرى بفهمه، يقول لك انتم مقصرين يا اخي، انا انت مشيطن الحكومة والحكومة مشيطنتك. هاي العملية بدنا نطلع منها، ودوركم ان شاء الله. نعم. كقناة متوازنة. نعم. ودور الاعلام انه يفكفك هاي العقدة. نعم. دكتور موسى نريحك شوي، نروح لفاصل بعديها نروح. لا انا مش تعبان. لا. انا بالذات انطلق طبعا بدي ارتاح. انا ارتاح بعدين راح نروح لتقرير هيومن رايتس واتش ونعلق عليه شوي بعد الفاصل. انا ما قراته. لا ما قراته. لا فاصل ممكن يقدموا لك شيء على الشاشه يحكي عنه. فاصل ولا يهمك، لأنه احنا يعني بكل أمانة مضينا هاليومين ثلاثة مشان الإعلان العالمي وشغل عنا. نعم، فاصل شباب ثم نعود.
الزيت زيتنا ذهب أصفر، وأردننا بذهب وبفخر، أعلى جود وأنقى زيت وأحسن منه ما لقيت، عالزيت وزعتر من عيش ومحلى طعم ما لاقيش، هاي القطرة النقية معاصر أبو عدية. أبو عدية هاي التنكة وصلها لأولادي في الولايات المتحدة الأمريكية. أبشر. معاصر أبو عدية على أتم الاستعداد لتوصيل طلباتكم من زيت الزيتون البلدي وجبنة الفريدة الأصلية والجميد الكركي والسمنة البلقاوية للأهل في الولايات المتحدة الأمريكية. مركز الباسقات للمنتجات الطبيعية هو أول مركز في الأردن يحتوي على كل ما تتمناه من منتجات طبيعية تحت سقف واحد بإشراف فني متميز، حيث تجدون فيه النباتات الطبية والزيوت العطرية والمكملات الغذائية ومنتجات العناية بالشعر والبشرة من أرقى المنتجات المحلية والعالمية وبأسعار منافسة. مركز الباسقات له دور تثقيفي وريادي في نشر المعلومة والإرشادات الصحية والعلمية للجمهور فيما يتعلق بالطبيعة. الباسقات رمز الطبيعة. شفا بدران، هاتف 510-5683. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. مدارس أكاديمية الرواد الدولية. رسالتنا تقديم خدمة تربوية وتعليم متميز، أحدث الوسائل التقنية والأنشطة الفعالة في بيئة آمنة، إعداد جيل مؤمن ومبدع ومفكر نافع لنفسه ووطنه، 10 سنوات من العطاء والتميز. مدارس أكاديمية الرواد الدولية، رواد التغيير. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. سيراميك وبورسلان، أطقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان، شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06-420-3951. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأرحب بضيفي مرة أخرى الدكتور موسى بريزات، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بك. أهلا بك سيدي. يعني أنا بدنا نمر على تقرير هيومن رايتس ووتش بشكل سريع، ده في تقرير جاه الشباب، يا ريت نشوفه ونتحدث عنه بشكل عام، لأن دروح بعض المفاصل بتهم المواطنين. يا سيدي أنا بريحك وبنكسب الوقت. أحلى في تقرير عادة. في تقرير شباب. أعطوني ملخص. بس خلينا نسمع التقرير على بعدين. تقرير ونرجع لك دكتور، تفضل. إنه لأمر مخجل أن تهتم الحكومة الأردنية بإيذاء مشاعر الزعماء الأجانب الذين يقدمون الدعم المالي لها أكثر من حقوق المواطن الأردني. هذا ما قالته سارة ويستن، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان Human Rights Watch.
ويستن قالت في تقرير المنظمة الذي انتشر من مقرها في بيروت إن الأردن قام خلال العامين الماضيين بتعديلات دستورية كان هدفها الحد من سلطة محكمة أمن الدولة العسكرية، خصوصا في قضايا التعبير عن الرأي، وأضافت بأن السلطات الأردنية قد أنهت ما وعدت به من إصلاح من خلال اعتقالها لنشطاء الرأي. إذا كان المواطن الأردني لا يستطيع انتقاد السياسات بطريقة سلمية في المنطقة، فما الخيار للتعبير عن آرائه السياسية؟ نعم، سنستمر بالمطالبة وبذل كل الجهد. التقرير قال بأن قانون الإرهاب الذي اعتقل بموجبه نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بن إرشيد والقيادي في الجماعة محمد سعيد بكر والناشط المستقل يوسف السمادي بسبب تعبيرهم عن الرأي ليس قانونا واضحا وهو قانون غامض وفضفاض. فالمشرعون الأردنيون قاموا بإصلاحات على قانون محكمة أمن الدولة في أوائل عام 2014 لتقييد ولاياتها القضائية بتهم الإرهاب وأربع جرائم أخرى، لكن المشرعين لم يقوموا بمعالجة الأحكام الفضفاضة التي تستخدم لتقييد التعبير السلمي عن الرأي في قانون الإرهاب، وبدلا من ذلك قاموا بتوسيع قانون مكافحة الإرهاب ليشمل مفاهيم غامضة مثل إثارة القلق وتعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، والتي يتم تفسيرها لتشمل أي آراء تنتقد دولا مجاورة. الحريات في تراجع، وقانون الإرهاب المرفوض حزبيا وشعبيا لم يتغير إلا للخنق والتضييق أكثر فأكثر على المواطن الذي أصبحت كتابته على صفحته الشخصية بفيسبوك جريمة يعاقب عليها القانون، في حين أن حكومة المعارضين كما يحلو للبعض تسميتها تدافع عن اعتقالات الرأي بحجة القانون، متناسية أن رئيسها ووزير تنميتها السياسية لم يبرحا حديثا عن الحريات العامة وصونها وعدم التعرض لمواطن بسبب رأيه. يعني دكتور، يعني أحيانا بشعر أن هيومن رايتس ووتش سياسية أكثر منها حقوقية، لكن الحديث عن قانون بعض الأمور زي قانون الإرهاب يعني أعتقد أنه بتفرق معك، وين اتفقتوا معها هنا في بعض يا الأمور؟ سيدي إحنا عادة هاي التقارير ما بنعلقها لأنه هاي التقارير هي موضوعة من منظورها ومن منظوره لهم. نعم. فيها حقائق وفيها استنتاجات وفيها أراء سياسية. نعم. أنا بكل أمانة يعني بدي أحكي لصالح المواطن مش كمفوض عام الآن كمواطن. نعم. الآن وجوزها تذكرناها ما حصل في القوانين اللي شايرة التقرير، احنا شايرنا في التقرير ونقول انه منتقدينها بذات الطريق هاي تخت سواء محكمة امن الدولة او الارهاب. صحيح. وهذا تقرير هيومن رايتس ووتش كما هو، اولا هو نحن ضد الاعتقال السياسي حقيقة، لكن ما يحصل بكل امانة واللي بده يسأل يسأل بده يرضى يرضى. يعني الان في بعض النشطاء السياسيين، هم نشطاء سياسيين ولا اشك في نزاهتهم ولا اشك في وطنيتهم، نحن معهم ونحن ندعمهم، لكن يقترفوا أخطاء جنائية مش بموجب القانون الأردني. صح. نعم. إحنا القانون الأردني قانون سواء قانون الإرهاب أو كثير من قانون العقوبات يتعارض مع المعايير الدولية اللي إحنا فيها نلتزم فيها. نعم. وحتى يتعارض مع الدستور بعض القوانين، لكن هم يخالفوا القانون حقوق الإنسان الدولي المعيار الدولي، وخاصة المادة 19 التي تتعلق بالتعبير بحرية التعبير. نعم. حرية التعبير ماذا تقول؟ تقول أن حق الإنسان في التماس ونقل وإيصال وحصول على المعلومة والتعبير عن الموقف الرأي أو الموقف بحرية ودون عار. الآن ما يحصل أحيانا أن دون بشرط أن لا يمس كرامة الآخرين وحريتهم الشخصية أو الأمن الوطني أو الأخلاق العامة. نعم. هذا معيار دولي، هذا معيار دولي ما 19. أنا يعني بتمنى يجيني على المركز وأنا يجوني نشطاء ويتظاهروا أمام المركز والظاهر معهم ولا معهم حقيقة، وهم نشطاء وصادقين وأعرفهم شخصيا، وقلت لك أكثر من مرة أنا مع الحراك السلمي الذي يوصل الحقيقة للناس والذي يواجه السلطات بالحقائق، لكن إذا تجاوزت القانون انت مش القانون الأردني المعايير الدوليه فانت وقعت نفسك في 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 اعطيتهم فرصه انهم يعتقلوك. ما يحصل بكل امانه ساقولها ورزقها على الله، المواطن احيانا يخالف قواعد التقييدات المفروضه على حريه التعبير بانه ياذي الاخرين او ياذي الامن الوطني القومي، ولكن الحكومه ايضا تخالف المعايير الدوليه بانها تحاكمه بقانون لا ينسجم مع المعايير. نعم. الدوليه لا ينسجم. آه. انا لا اريد ان اقولها، لكن فرض علي ان اقول هذا المساء. آه. من هذه الشاشه، لانه احنا الان نتهم في المركز الوطني اننا لا نقف مع النشطاء، لا احنا معهم ومع حريه التعبير ومع كذا، لكن ارجوكم لا تخالفوا
هذه الثلاث بنود التي هي محددات دولية يعني موجودة في المعايير الدولية. نحن نواجه عندما نذهب إلى الأشخاص ونطلع على الأفادات وعلى الأدلة نجد أنهم حقيقة في مخالفات. الثلاث بنود اللي هي عدم مسبح حرية الآخرين، عدم المساس بحرية الآخرين، عدم تعرض الأخلاق العامة والنظام العام، والأمن الوطني. الآن قد يكون في تهديد تعريف واسع أحيانا للأمن الوطني. أنا مثلا موضوع الإمارات أو أنت ما هو تنقل معلومة تنقل رأي، طيب الشتيمة رأي ولا معلومة؟ الاتهام رأي ولا معلومة؟ أنا الأستاذ زكي بحترمه ما اللي فيه، لا أعلق على رأيه، هذا قضيته عند القضاء ولا يجوز أن أعلق عليها ولا نعلق عليها لأنها منظورة أمام القضاء. ولكن أنا أريد أن أعلق على هذه المادة، أن ينتبه المواطن الأردني ونشطاء الحراك، نشطاء الحراك الذي نحترمهم وهم يقدموا خدمة بالمناسبة والمناضلين حقيقيين لكنهم يقعوا أحيانا في هذا الخطأ. معنا اتصال المهندس علي أبو السكر. معنا المهندس علي أبو السكر، مساء الخير مهندس علي. مساء الخير لك. شو خليتني اليوم الحديث عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ربما الدكتور موسى بريزار أشار إلى أنه في معايير دولية حقك تعبر عن رأيك، لكن في محاذير الآن تستغل أو هي موجودة أو هي يعني بتبرر اعتقال كثير من الناشطين، وهو يحذر منها اللي هي عدم المساس بحرية الآخرين، ننبه لها لا يقعوا فيها، لا يقعوا فيها، عدم التعرض للأخلاق العامة ثم الأمن الوطني. كيف ترى ذلك في الأردن؟ يعني مع كل التحية والتقدير الحقيقة لك وللدكتور موسى، لكن مع كل أسف أسجل العتب على المركز الوطني اللي تراجع دوره بصورة واضحة الحقيقة، وبدأ يفقد ثقة العاملين في المجال العمل العام والمجال السياسي والحراكي الشبابي. هذا المركز اللي أصل نشأ ليس ليكون حقيقة أداة للنظام الرسمي، وإنما ليكون صوت للشارع وللمطالبين بحرياتهم وحقوقهم من أبناء هذا الوطن. الآن بدأ هذا المركز حقيقة، وهذا رأيي طبعا، بدأ هذا المركز يتراجع عن هذا الدور ويبرر للسلطة الرسمية كثير من التصرفات ويغمض العين عن كثير من التصرفات. الآن هنالك جملة الحقيقة من التراجع في مجال الحريات في الأردن. إن ابتدأنا بالناحية التشريعية، قانون الإرهاب، قانون إرهاب الأردنيين اللي سموه زورا قانون منع الإرهاب، هو قانون الآن أصبح سيفا مسلطا على رقاب الأردنيين. لم نسمع الحقيقة موقف للمركز الوطني. هذا القانون الذي الآن بصفة المطاطة بمواد المطاطة يحاكم عليه، وهذا القانون بالمناسبة يتناقض مع الدستور بمواده المادة الثالثة بمضامينها. الآن يحاكم أمام المحاكم أمن الدولة نشطاء وسياسيين ومعبرين عن رأيهم تحت مظلة هذا القانون. المعايير الثلاثة اللي تفضل فيها اللي هي معايير مطاطة الحقيقة، ومعروف أنه تستطيع الجهة الرسمية والمؤسسة الرسمية أن تكيف كثير من التهم تتم هذه المعايير ضمن هذه الاختراقات الثلاثة. يعني من قال انه والله موضوع الامن انه هذا يعني تعدى على الامن، ومن تعدى على حرية الاخر، ومن تعدى على الاخلاق العامة وما الى ذلك. يعني هذه يعني معايير مطاطة. طيب. ومن خلالها يتم التجاوز على حقوق المواطن وحرية. مهندس علي والسكر ابقى معنا. اسمع. نسمع الدكتور موسى. الارهاب ما حكيتوش عنه انتو دكتور موسى؟ يا سيدي يقرأ يشوف موقعنا. انا متأسف اقول انه الاخ علي بيقول لم ناخذ موقف، اكثر موقف واوضح موقف إنا. اولا احنا مسلمين للحكومة رسمي وموجود وبدي له اياه او ابعث له اياه. ثانيا يروح على موقعنا ويشوف موقف، نشر موقفنا من الموقف قانون الإرهاب. طبعا يعني هو اذا هو لا يقرا، شخص لا يقرا، انا مش ذنبي يقول انه تراجع. هذه بقول التراجع حر هو يعتمد عليها. انا زلمه هذه مقوله ذاتيه. في ناس يقول لك في الاردن المركز تقدم مساحات كبيره، في ناس يقول لك تراجع رايه الشخصي. صح، هو من منظوره انا بجوز احترم رايه انه هو لازم اصف معه. انا محايد، لست لا مع المعارضه، ويقول صوت الشارع. يعني هذا التعبير المركز مش كيف صوت اي صوت الشارع. احنا هاي الكلمات، انا تعبير، انا مؤسسه قانونيه اعمل بقانون، تعبير صوت الشارع. يعني انا مع الحريه واقرا، انا بدعو الاخ يقرا التقرير. ثانيا انا هو بيقول انه لم ندافع عن النشطاء، ولم ياتيني بقضيه محدده خليني اناقشها. انا زارني
رئيس نقابة المهندسين قبل أيام. نعم. هو وأعضاء المقابلة تحدثنا. نعم. وقمنا بدورنا وصار بعض الانفراجات. يعني طبعا أنا لا أريد أن أتحدث. هم يعتقدون أن المركز هذا هو يجب أن يكون ذراع المعارضة أو هذا إحنا ذراع الحرية، ذراع الحقيقة. لسنا لا قلت لك إحنا لا مع المعارضة ولا مع الشارع ولا مع القصر ولا مع الرئاسة ولا مع الدوار الرابع، مؤسسة مستقلة. ونقول للمواطن عندما يخطئ، عندما يأوي مثلا شخص مطلوب للقضاء هاي مخالفة، عندما سياسي يستخدم أو يعني يوظف لمصلحة شخصية قضايا مطلبية لأسباب سياسية نقول له أنت أخطأت كما حصل في معان، في موقفنا في معان، يزعلوا حرين. يعني صحيح. يجب أن نقول الحقيقة أسباح ما غضب من الأخوان. ولا نريد يعني بس يكونوا موضوعين. وأختلف معه 100%. إذا معي المهندس علي لازال معك. نعم. التقرير 2013 قرأته مهندس علي، في إشارة كانت واضحة لقانون الإرهاب، بعرفش إذا قرأته ولا لا. يعني قانون الإرهاب أخي لا، المطلوب معارضته ليس أو الموقف منه ليس من خلال تقرير يصدر. شو أسوي أروح أنا؟ أنا أكمل أرجوك. نعم تفضل مهندس علي. لا يعني احترامي للسيور موسى، وأنا قلت من البداية أنا كنون التقدير، لكن أنا قاعد أتكلم بصورة واضحة. الآن العمل يعني تراجع بصورة، ما أنا بتكلم الآن رأيي فقط للشخصي للعلم، أنا راهن الحقيقة أن يستفتى على المركز الوطني كيف كان عندما نشأ، على الرغم أنه لم يأخذ، أنا بتكلم من نشأته إلى الآن لم يأخذ دوره الحقيقي المأمول، لكن كان في فارق الحقيقة. دكتور أستاذ أحمد، دولة أحمد أبي ذات عندما كان يرأس هذا المركز والمواقف التي كانت تصدر بشجاعة وكانت تسجل الانتهاكات بشجاعة، وكان الدور الميداني الذي يرصد. الآن احنا بالكاد ترى نرسل بعض من انتهكت حقوقهم ونحن يعني مترددين انه ما عاد يعني سيحقق او ما ان يصل الى حقه او ان يتبنى يعني هذا الحق من خلال هذا المركز. وانا طبعا يعني لا اريد ان اعول كثيرا على المركز، يعني هذا هو السقف اللي ممكن ان يمارسه ليس اكثر من ذلك. ارجع لموضوع الحريات بشكل عام، وقبل ان ابتعد عنه بدي بس اشير لقضيه. يعني لا شك انه سمع الدكتور موسى ان هنالك اعتقالات تمت خلال الفتره الاخيره، وعلى الاقل 10 منهم خرجوا من هذول المعتقلين. هل هذول يعني على حساب مين هذول تم توقيفهم هذه المده وتعطلت اعمالهم وفصل بعضهم من وظائفهم؟ على حساب من يعني انت هذول روعوا في ليلهم وبين اهاليهم؟ على حساب من يعني بهالبساطه مرت هذه بتمر مثل هذه الامور؟ وهذه طبعا حالات الان انا بذكر فيها اللي لانها حاليه، لكن انا بتذكر بحالات كثيره لحراكيين من ابناء هذا الوطن اللي اعتقلوا واوقفوا، وكل ما مارسوه هو الراي، هو كل ما مارسوه هو الراي. بدي أرجع الآن للقضية اللي ذكرت قبل قليل، قضية الأستاذ زكي وذكرها الأستاذ موسى، أنه والله موضوع التعرض للآخرين أو الاتهام للآخرين أو ما إلى ذلك. يعني ما لمس في التقارير في القرار دولة الإمارات أنه في اتهام لمنظمة على الأقل هنا في الأردن على مستوى الأردن معترف فيها رسميا ومسجلة رسميا ومتمارس دورها بالصورة الرسمية وتحت القانون، أنها اتهمت بالإرهاب؟ يعني ولا هذه شيء آخر والكلام الأستاذ زكي يعني هو اللي حاسب وكلام هذا القرار يعني احنا بدنا نروح بالناس نروح لقضية. أنا بدي أشكرك المهندس علي نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي. شكرا يا سيدي، هو حزبي أنا. بس اسمح لي أدافع. يعني مش أدافع أنا، وأنا معه 100% واحترمه الأخ علي، ولكن أكرر وأقول هو حزبي ورأيه حزبي ونحن نحترم هذا الحزب، وله رأي وله هو علاقة كاملة مع الدولة هذه، وهو وعلاقته مع الدولة كحزب نحن نحترم، ما لا نتدخل فيها، نحن نتعامل مع أشخاص. أنا لا أتحدث عن قضية سكي، لكن مستعد أناقشها لأنها هي أمام القضاء الآن. نحن تدخل فيها، لكن المعتقلين اللي حكى عن حقوقهم والله إحنا هذول زرناهم شخص شخص فرد فرد، واحنا في اتصال مع الدول في مواقف التوقيف مراكز كلهم. ولدينا يعني تقرير وعندي ضباره موجوده معي والله لقراءتهم متابعة. احنا كما ذكرت لك زرتهم بمخابرات هم لا يريدون. نعم زرناهم في المخابرات. هم لا يريدون ان يعترفوا ان الدوله يعني تلجا الى قضايا انتهاكات. قد احنا كمركز وطني
المعايير الدولية وليس القانون الأردني لا نستطيع أن ننكرها ونقول نجد عليهم بعض المآخر، لا نقول أنهم مش مناضلين. هو يحكي أنا مش ضد أنهم مناضلين، وأقول أحييهم، ما اللي في سلوكهم وسجلهم. أنا أتحدث عن حادثة الاعتقال، أما تاريخهم النضالي، مواقفهم، حتى ربما تنسب إليهم تهم غير صحيحة، لكن عندما يعتقلوا ونحن نذهب ونحقق نواجه بأدلة أن هنالك انتهاكات. طيب للمعايير الدولية. طيب حقوق ما بعد كيف بيعملها المركز؟ يعني الآن حكى عنهم انفصلوا اللي ضرروا معنويا، يأتونا ونحن سنتبنى كل قضية، كل قضية شخص، وعندما يتكون التويار والتوجه سنعالجه وسنأخذ منه موقف. نعم. صحيح. ممكن يروحوا على القضاء ويأخذوا حقوقهم طبعاً، ومو احنا مستعدين نساندهم. نعم. طبعاً. نعم. طيب يعني هم على فكرة لم يطلعوا. نعم. أظن يطلعوا بالكفالة. نعم. بعرفش إذا قدموا. أما إحنا حالتهم. لا طلعوا إفراج. ما حاولوش لمحكمة. أما حالتهم لمحكمة دستورية بشبهة يعني اشتباه. وهذا هذا كمان جزء من القضاء. يعني انت ما تقدر تتدخل. نعم. طيب هذا بيقودني انه في تقريركم، يعني انا بهمني ناس تعرف شو مكتوب بالتقرير. نعم، يا ليت يقراوه. يعني مش يعتمدوا على راي اخونا على سجن المخابرات تحديدا. نعم. تحدثتم عن انه هناك في اخطاء في سجن المخابرات وانتهاكات. يعني حدثني يعني حتى يا سيدي العزل وقت. شوف هو المشكله احنا زرنا الاخوان المعتقلين في من نقابه المهندسين هم يعني كاشخاص عليهم مواطنين، وهذول احنا وطلعنا منهم على طبيعه. اول شيء كان الخوف انه الطريقه اللي اعتقلوا فيها وترويع، وحقيقه انا بديش اقول يعني لا اريد ان ادافع يعني لا يحرجني يعني بافاداتهم انه هم كانت طريقة الاعتقال لا ندافع عنها. ها؟ بشكل عام تقريرك ولما تحدث عن سجن المخابرات كان في اخطاء، ايش هي اللي تحدث عنها؟ يعني هو احنا هي طول مدة الاعتقال والتوقيف هذه. نعم. هي اكبر مشكلة احنا. نعم. عندنا مدة التوقيف عندنا يعني مدة طويلة يجب ان يحال، ثم يجب ان يحال الى محكمة نظامية طبيعية، بمعنى المدعي العام والقاضي والمكان يكون محكمة القضاء الطبيعي، القضاء العادي. نحن نقول حالتهم لمحكمة أمن الدولة ولو أمام قضاء مدنيين هي مخالفة للمعايير الدولية، كما نقول أن بعض السلوكيات قد تخالف المعايير الدولية. قد. مراكز التوقيف المؤقت ايضا ذكرت، الحديث عن عدم ملائمتها انشائيا في يا سيدي التقرير. زرنا 162 مركز. الفصل بين سلطه التحقيق والاحتجاز ايش هاي يعني؟ يعني بمعنى انه انت الشرطي لا يجوز هو يحقق، الشرطي المفروض بس ياخذ معلومات، لكن اللي يحصل انه الامن العام هو يقوم بالتحقيق. نعم. هذا لا يجوز، تعتبر اخطاء طبعا مخالف لمعايير المحاكمه العادله. نعم. هو اللي بده، لانه عنده هو المدعي العام اللي لازم يحقق. المدعي العام لازم يحصل على الاعتراف او اداء او الادله التي تكفي ما يكفي يعني بيوند يعني بعيدا عن الشك انه هنالك يبرر اعتقاله وتوقيفه. نعم. ايضا الحديث عن اماكن احتجاز مؤقت، حجز جوازات سفر، منع سفر، موافقات امنيه، منع زيارات، كله تحدث عنه التقرير. في موجود كله، ولكن هذه احنا يعني ممارسه، احنا قلنا يا اخي قلنا مسار في عليه تقدم ومسار في عليه تراجع. فانا يعني عتبان على الاخ علي ابو السكر، انا مثلا الاخوان الثاخفين، بس هو رجل سياسي وموضوعي ويجب ان يكون يعني يقرا هذه النصوص ويفهم دوره. هو يحكي عن العهد السابق، انا احترم احمد عبيدات، نحن نعتقد بكل امانه ان دورنا هو للاردنيين كلها وليس للمعارضه السياسيه. نحن اي مواطن ينتهك حقه، حقوق سواء اقتصاديه سياسيه اجتماعيه نتابعها صحيح، وهذا دور المركز يجب ان يكون هكذا. ولكن نحترم ما قام به من سبقوني وانا وقدره، واعتقد انهم اعطوا المركز شعبيه، ولكن انه فعاليته كانت متدنيه. احنا الان لا يوجد عندنا تزوير كما كان ايام احمد باشا، لا يوجد تزوير في الانتخابات، قوانين تغيرت، اداره الانتخابات تغيرت، لا يوجد سجون كما كان الجفر كما كان احمد عبيدات، مراكز الاصلاح تغيرت، واحمد عبيدات قام بدوره في وقته وفي مراكز يعني الانتخابات. تاخذ في الامور بحسيه عادي. لا 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 ما بحسيه، بس على المواطن يعرف انه انا ما برجع لفلان ولا لموسى ولا كما نقال. وانا بتمنى الناس تقرا التقارير يعني بشكل بالضبط، يقرا التقارير بموضعيه وليس بذهنيه الحزب او ذهنيه المقاعد. مراكز الاصلاح والتاهيل كان لها يعني عندكم يعني في التقرير لها دور. مكتب المظالم في تعاون بينكم وبين الامن العام يا سيدي؟ طبعا يا سيدي احنا كمؤسسه المظالم طبعا للانصاف. شوف هلا يزعلوا ولا ما يزعلوا، هلا في يتعاون الدوله باشياء وفي اشياء ما بتعاون، في تعاون، واحنا في قضايا كثيره هو لا تمر على الاخ يعني مش مربوطه بس بالحراك. في مواطن عادي بخالف سير، مواطن عادي في مواطن يتعرض لطوشه هوش عادي كذا،
هذول كل يعني في لهم قضايا ويصير عندهم انتهاكات لهم. حقيقة في تعاون وفي تجاوب. يعني بارح مواطن حكى معي سيارته مطلوبة عليها للقضاء بسبب كمبيالات أخذوها وحجزوها وحطوها بالحجز من المحكمة. نعم. يعني خلال ساعات رجعوا له إياها وحلت المشكلة. يعني في احنا يوميا بنعالج هذا القضاء في اشياء كثيره يعني مش مجال الدخول فيها. نعم. الجانب المعارضه وجانب الاحراق والشباب الجانب هذا جانب مهم جدا. لا هو في تسييس وهذا مهم احنا ما ننكره، بس المعارضه تاخذ راي باتجاه ولا تاخذ في الاعتباراتنا احنا كمؤسسه مستقله. لا يجب ان ننطلق من القانون. نعم. القانون الدولي. جميل. المعايير الدولية. جميل. لفت نظري في الحديث عن ترى السجناء اكثر ناس بيشكوا يا واهلهم وزياراتهم. نعم. المساعدات الصحية، المساعدة القانونية، الاكتظاظ، والله في مشاكل وحتى التوقيف. يعني احنا حكينا تحدثنا وكتبنا مثلا انت تروح على بعض مراكز التوقيف اللي يسمعون اخوان الامن العام، يعني بعد 10 بالليل مراكز التوقيف الشرطة بيكون 20. حكى لي محامي بيقول لي مثلا باحد مراكز التوقيف بدون تسمية 15 واحد موقوفين مثلا تصير طوشة بغرفة زنزانة 5 متر ب3 متر. طيب حط 15-20 يعني في هذا. طبعا هم الحكومه بتقول لك يا اخي والله امكاناتنا ما كنا مهيئين. توصيات ارسلت توصيات في طبعا. نعم. هو بالتقرير كله موجوده هذه التوصيات. نعم. حتى نفس الحكومه يعني المفتش العام بيفتش على السجون، يعني في تغيير في وزير العدل، وزير احنا على اتصال معهم. طبعا احنا هذه الامور ما مش مفتاح يعني كبسه زر تغيرها اليوم او بكره. نحن لا نرى انه في على الاقل توجه ايجابي ونراقب ونتفاعل معه. نعم. مش داخلين في محارج. طيب متابعه التوصيات دكتور. يا سيدي ما هو هاي الاساس. يعني احنا لما قدمنا نشوف التقارير فيها نفس التوصيات. ما هو احنا لما قدمنا التقرير التاسع كان اول كلمه اول حديث مع جلاله الملك انه يعني يا جلاله الملك هاي التوصيه التقرير التاسع والتوصيات لم تنفذ. فمنها امر الملك اوعز لرئيس الحكومه بدراسه ولرئيس السلطه القضائيه طبعا في اطار استقلال القضاء بدراسه توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان وتنفيذها. ومنها شكلت الحكومه على عبر سنه اجتماعات يعني عقدت اجتماعات وشكلت لجان واتوا بالمنسق الحكومي لحقوق الانسان كمؤسسه يعني تنسق الحكومه وصار نشاط وصار وعي. يعني حقيقه في حراك. انا لا اقول انه احنا الان انتقلنا من واقع اول الواقع كان فيه اخطاء ولكن ليس واقع يعني سيء جدا او كارثي الى واقع الان احنا في عمليه بدايه الطريق. نعم. عناوين كثيره يعني ذكرت في التقرير احنا ما نقدرش نمر عليها كلها، من بينها دوائر التنفيذ الموجوده، التنفيذ القضائي. هذا مشكله. نعم. هذا ذكر ومشكله كبيره. مشكله يعني انا بعرف وين اشخاص كثير. الخلل الخلل يا سيدي في القانون. نعم. مثلا يجي الشخص او معرفه التنفيذ بيجي الشخص يحكم وكذا ثاني يوم له طالع. نعم. بينما شخص انحكم وانسجن وقضى مدته وكذا بيطلع بيخلص من الحكم من السجن بيرجعوه بالحاكم الاداري توقيف بالتحت بموجب القانون 154. في هاي خطا موجوده. نعم. مجتمع يعني داخل في بعضه قوانين متداخله في كثير واحنا في صدد التعامل معها يعني على طول. طيب يعني بدنا نروح ل بعرفش اذا قصه الطلاب والانتخابات الطلاب جهز معنا الدكتور فاخر ناخذه على الهاتف اذا في له ملاحظه. والله ما انت مخلي ولا واحد من النشامه. طيب ما في واحد من هالجماعه اللي لا كلهم معك. معنا الدكتور فاخر دعاس. اهلا وسهلا فيك دكتور فاخر دعاس منسق الحمله الوطنيه لحقوق الطلبه ذبحتونا. مساء الخير دكتور فاخر. مساء الخير استاذ عمر. هلا. 2014 حقوق الطلبه كيف شايفها لوين رايحه؟ يا اول شيء مساء الخير عليك وعلى الدكتور موسى. الله يمسيك بانواره. بنحب نهنيه بمناسبه صدور التقرير السنوي. اشكرك يا سيدي. اشكرك. حول حقوق الانسان في الاردن لعام 2013. ويعني رغم انه صدر متاخر ما بعرف يعني وكان يفترض بالعاده بيصدر بشهر 4 شهر 5 بس السنه هاي صدر متاخر جدا ما بعرف ما كان في ورقه لوجستي ما كان في ورقه ما فيش ورق ما كان في ورق وحلم يعني في ورق ممكن تفضل دكتور تفضل يعني هو ابتداء انا راح احكي بالتعليم بشكل اساسي رغم يعني ملاحظتي بشكل عام على انه التقرير بشكل عام فيه يعني ايجابي بيطرح مجموعه من النقاط بشكل مهني ولكن يعني شابوا بعض الملاحظات يعني ما راح اطرح قضيه يمكن اكيد يعني انا لسوء الحظ كنت بالسياره ما قدرت اتابع البرنامج لكن اكيد الزملاء السابقين اللي اتصلوا او يعني حضرتك كمذيع طرحت موضوع الانتخابات النيابيه والملاحظات يعني بتحس بالتاكيد التقرير عن يعني لو نحكي
في فترة 2007 كان في تقرير مميز ومهني وجريء في طرفه وكشف حقيقة ما حدث من تلاعب في الانتخابات سواء على الصعيد النيابي أو على الصعيد البلديات، واللي أدى ودفع ثمنه المركز يعني من خلال الإعفاء لأحمد عبيدات كرئيس المركز والمفوض العام كمان تم الاستغناء عنه. هل أخفر التقرير هذا الأخير شيء عن الانتخابات الجامعية أو انتخابات؟ لا، هو التقرير يمكن التقرير إشكاليته أنه هو يعني بيشمل قضايا كثيرة. يعني هو تقرير يمكن صفحتين أو ثلاث صفحات بيحكي عن التعليم العالي، بينما إحنا تقرير الطلاب اللي حكينا عنه إحنا بيتضمن خمس صفحات. يعني من الملاحظات مثلا أنه ما اتطرق لموضوع غياب التمثيل الطلابي في الجامعات الأردنية. يعني إحنا رصدنا في 2013 عدم وجود من اتحادات طلبة في 24 جامعة من أصل 28، يعني كان فقط هنالك أربع جامعات فيها تمثيل طلابي، وهذا رقم مخيف جدا. كان يعني يفترض المركز يتم تسليط الضوء عليه. يمكن العنف الجامعي طرحه المركز إلى حد ما، يعني كأرقام وكحقائق حول العنف الجامعي. ويمكن كمان المركز في مقارنة بين رؤيتنا للعنف والعلاج له ورؤية المركز الوطني حول يعني من ناحية أسس القبول وغيرها. بس كمان يعني للأسف المركز ما بعرف يمكن ضمن الإمكانات تبعته ما بيرصد كمان في غياب لتقييد الحريات داخل الحرم الجامعي، قصة أيضا تعليمات الانتخابات الطلابية اللي هي الصوت الواحد اللي في معظم الجامعات، أيضا الملاحقات الأمنية اللي بتصير للناشطين من الطلبة، اتخاذ عقوبات بحق الطلبة الناشطين لرجعهم وضبطهم وتقييد حرية عملهم داخل الحرم الجامعي. يعني في كثير يعني ملاحظات فيما يتعلق بالحريات الطلابية. المركز ضمن إمكاناته أعتقد ما بيقدر يعني يلتقطها كلها. ما في مركز يعني ما في دائرة متخصصة بالتعليم العالي وتراقب الجامعات وتراقب الأداء والأخير. كحملة يعني على الدوام بنبعث للمركز أول بأول كل ملاحظاتنا حول أداء الجامعات أو حول أي ملاحظات تتعلق بالحريات الطلابية. أيضا ملف كبير وكثير مهم اللي هو باعتقادي كان من الضروري طرحه، اللي هو حق التعليم وقصة رفع الرسوم الجامعية اللي بدأت من العام الماضي بوادرها. الحق في التعليم والرسوم الجامعية أيضا يعني مسألة مهمة. أشكرك دكتور فاخر دعاس منسق الحمل الوطني من أجل حقوق الطلبة. شكرا. يعني أنا ما بدي حقيقة أنه موضوعي جدا أخ فاخر، وإحنا الملاحظات أوردها سنأخذها بالاعتبار. هم ترى باحثين جيدين. شوف بالنسبة لموضوع التعليم بكل أمانة والصحة، وأنا أقولها ورزق على الله أيضا مرة ثانية، إنه في تراجع فيني كبير، مش فقط بس بالنشاط فيما يتعلق بالنشاط الطلابي والحرية الطلابية وحرية الطلاب في المطالب الطلابية المطالب اللي تتعلق بالتعليم. حقيقة قد يكون التقرير لم يعطيه في حقها، ممكن معاه حق، وهذه نقطة لفت انتباهنا لحنا سنهتم بها. احنا نرى إنه مشكلة التعليم والصحة فيه تراجع كثير. صحيح. وأنا بقولها ورزق على الله، وأنا بعيد أفور. مشكلة التعليم والصحة أخطارها وعلاجها من القائمين الكبار عليها. من يعني اللي هم قادة التعليم والتربية التربويين، هم اللي لعبوا في التعليم لأسباب تجارية وفي الصحة لأسباب كثيرة أخرى تجارية، وموضوع أنه ما فيش محاسبة ومساءلة لأنه التعليم الصحة العلاجية وفي يعني في التعليم والصحة مشكلتين سيحظيان إن شاء الله باهتمام في القريب في المستقبل. يعني أنا هيك بتصور المركز، يعني هذه يعني الحديث عن واقعهم داير. ويمكن النشاط الطلابي احنا نرصد الانتخابات، وزي ما حكى لا نستطيع بكل امانه 12 موظف محامي ان نتابع حقوق الاردن الانسان في الاردن من المناطق النائيه، المراه في المناطق النائيه والمهمشه. زرنا 49 قريه عفوا 42 قريه. حلو. زرنا 162 مركز توقيف اولي، زرنا جميع مراكز الاصلاح، وفي زياره مفاجاه في عندنا في عندنا برنامج للتثقيف المراه والفتيات حول في الانتخاب. زرنا اكثر من 50 مدرسه في المملكه. احنا هذا نشاط، احنا ما بنعمل دعايه، هذا شغلنا. يعني نشاط توعوي كبير قمنا فيه، ربما يعني يؤخذ انه والله في القضايا السياسيه الاخوان انه تراجع. لا يا اخي، اقرا شوف دورنا في التوعيه في التثقيف في التعامل مع تغيير القناعات لدى المسؤولين. يعني احنا ما بدنا ندافع عن بنبرر انفسنا، لكن قضيه الحقوق الانسانيه كبيره في الاردن، في حراك. بعدين اخوي اللي ناقشني بيقول لي والله 2007 كان تقرير تزويد الانتخابات، طيب انا بقارن الاردن 2014 ب 2007
يعني حجم وزخم الانتخابات مش بس تغير آلية ديناميكية مفهوم طب الانتخابات. طب ليش تأخر التقرير؟ بقول لك ما فيش ورق. والله يا سيدي ما في ورق يا أخوان. التقرير ما يعني ال 2013 تميزت إنه الحكومة كانت تعد تقرير لجلالة الملك بناء على التوصيات اللي التوجيه الملكي بضرورة دراسة وتنفيذ توصيات التقرير التاسع. فالتقرير العاشر كان الأولى فيه إنه ينتظر تقرير الحكومة. نعم. وبصراحة كان كمان في برنامج للمسؤولين يعني واسع جدا بسبب الظروف لم يتسنى. أما التقرير إذا بيحكي عن نص موثوق وموجه موجود من وطلبنا بشهر 2008 لتقديمه، ولكن يرتقي إنه الحكومة يعني تكون جاهزة بتقريرها ونجتمع معه، وهذا ما حصل. ساعة اجتماع برئاسة بحضور رئاسة الدولة بين السلطة التشريعية السلطة القضائية والسلطة التنفيذية وقيادة المركز، ومناقشة الأمور بأريحية وبموضوعية للتعامل مع مشان التعامل مع كل القضايا. طبعا احنا مش دورنا نطلع على الإعلام، مش دورنا انه نعمل دفاع عن انفسنا، او الا كثير يقول لك يا اخي انشر احكي كذا، يا اخي انا بدي اشتغل وخلي الانجاز يحكي عن نفسه. نعم. وانا انتقدوني بس انا بكون انا عارف الطريق وين سايرين احنا، ربما اننا مقصرين بحق انفسنا ممكن. نعم. الشعب الاردني يعني انا اذا بدك نصيحتي لازم تتواصلوا مع الاعلام حتى يعرف، لانه التقرير احنا مع الاعلام نتواصل. نعم. لازم الناس تعرف. طيب احنا في يعني ما ضلش وعنا وقت طويل، بس في شغلتين ضروري اني اسالك عنهم. العمال والاضرابات العماليه كان لها مساحه والله جيدة. احنا حاولنا وشوف هلا مثلا اضراب عمال الحاويات. يعني بكل امانه بعيد عنا كجغرافيا وما عندنا قدرة، عندنا حاولنا من خلال إن مندوبين في المحافظات، طبعا هذول مجانا يشتغلوا حسب ظروفهم، ولكن احنا متابعينه. احنا حرية التنظيم النقابي متابعينها، ونتمنى إنه الحكومة تعرف شو الخطوات اللي لازم تعملها في الاتحاد العام، في قيادة الاتحاد العام، وفي التعامل مع الإضرابات، وفي قانون تصليح قانون وفي تعديل قانون العمل. نتمنى إنه تمشي الأمور بشكل سليم. شو مثلا الخطوات اللي مثلا نصحت الحكومه تعملها كمعالم عامه فيما يتعلق بالعلاقه مع العمال في الاردن؟ اولا حقيقه الموضوع الاتحاد العام يجب ان يعاد النظر في هيكليته. حلو. ثانيا يعني النقابات المستقله لا ينظر لها كانها شيء عدو، طبعا احنا لا نشجع على تفتيت العمل النقابي، في هيمنه في بعض الجوانب العمل النقابي يجب أنه تخلص، يجب أن العمال يستطيعوا عبروا، ليس ابتزاز للقطاع الخاص، لأنه ابتزاز القطاع الخاص وإحنا شفنا خطوات إيجابية من النقابات المستقلة، صار تنافس بينها وبين النقابات الاتحاد العام. نعم. ولكن إحنا نتأمل أنه مع جسم واحد مع جسم واحد بعد الأخير، ومع علاقة إيجابية بين العمل ورب العمال ورب العمل، وأنه الحكومة تكون على مسافة واحدة، وأنت قدر الإمكان ويجب أن تصل إلى المعايير الدولية. نعم. الحكومة على مسافة واحدة من العمال أن تكون هي هلا شوف أنا مش خبير حتى أنا مش خبير أنا مش خبير أقرب لمين والله أعتقد أحيانا تميل هيك وأحيانا تميل هيك يعني حسب. بدي أختم بقصة الإفراط في استخدام القوة اللي كان بمعان ربما أخذ كثير بعد إعلامي، بالعكس انا برايي انه اعطى مصداقيه اكبر للمركز في هذا. لا مش بالضروره لا. احنا نعتمد انه والله لانه افراد. شوف بكل امانه يعني ارض المعاره ما هو الشرطه ما هم يا اخي كمان هلا بشر ويخطئون يا اخي مش هيك. هل انت لما يتعرض بغض النظر الشرطي لاطلاق النار مش هذه مش مقاومه مش معارضه، هذه مش تعبير عن الراي. يعني كمان لما شخص يقوي مطلوب، انا لو كنت انا بين مكان حتى ابني باخذ للقضاء وبقول يا قضاء يا تعالوا ودافع عنه هناك. نعم. هلا جانب كمان الشرطه عندها اخطاء يعني تخطئ في اخطاء وفي صار علاقه غير سليمه بين المواطن وبين رجل الامن في معان. نعم. واحنا حطينا تقرير مش بس انه اشرنا على الافراط في القوه، اشرنا ايضا للمواطنين الذين يقاومون الامن. يعني انا زرت 35 مصاب في المدينه اثناء لما عندنا رفع الاسعار او رفع الدعم عن السلع. نعم. 35 شخص مصابات أكثر، متوفى 3 من رجال الأمن. يعني هذول أبنائنا بغض النظر بدهم يزعلوا ما يزعلوا الناس، وفي مواطنين مدنيين أصيبوا زرناهم وهذول أبنائنا كلهم. نعم. يعني أنت بدك تشوف التعبير السلمي قوي، التعبير السلمي وأقوى والمحافظة على زخمه أقوى من أشد تأثيرا من أنك أنت تنفعل وتقوم يعني تتجاوز. نعم. شروط التجمع والتعبير السلمي، وبالتالي تبرر بجوز للسلطة قد تكون تتصيدك. أنا ما لا أنكر ذلك،
وفي بالسلطة رجال بدهم يعملوا يصنعوا تاريخ، أنا ما بستحي منهم. بدهم يصنعوا صورة، بدهم يصنعوا بطولات كمان، قد يكونوا موجودين. صحيح. وفي بالمعارضة رجال بدهم يصنعوا تاريخ وبدهم يسووا بطولات. إحنا كمركز ما معني بهذول، معين بالمواطن الأغلبية الصح 99.99% اللي هم هذول الناس اللي هم أصحاب حقوق، وين مكانوا بدنا نصلهم وندافع عن حقهم. نعم. بدي اختم بسؤال تقرير 2014 بيطول زي السنة يعني إذا في ورق على واجدتي مثل الساعة السنة الجاية إذا في ورق يا أخي خلينا لوقتها يفرجها إن شاء الله، إن شاء الله يكون في مفاجأة إن شاء الله يكون في مفاجأة. بس يقرأوهم الإخوان يعني هالإخوان اللي بيقولوا تأخر التقرير هل قرأوا؟ أنا بدي أسألهم. نعم. أنا بطالب الجميع يقرأ التقرير صراحة. أشكرك الدكتور موسى بريزات المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، تحملتنا اليوم كان المتصلين معظم من عندهم ملاحظات وهذا يعني طبيعة الأشياء. شكرا على رحابة صدرك. شكرا لك. أشكرك يا سيدي، اسمح لي يعني أقول إني اعتزيت بأعتز بهذا اللقاء وبهذا وأشكرك على هالفرصة. الله يسلمك. وأنا سعيد بالآراء وكل من شارك وكل من يعني انتقد، ولولا النقد انا من مؤيدي انتقاد الدوله، فكيف يجب ان ينتقدونا. نعم. بس اتامل انهم يسمعوا الرد وانهم يقراوا. نعم. ويناقشونا ونحن. نعم. جاهزين للتعامل مع اي شكرا لك يا دكتور موسى مرة. شكرا لك يا سيدي. اذا اعزائي المشاهدين، سهره تتعلق بحقوقكم انتم المواطنين، حقوق الانسان. بالامس كان اليوم العالمي لحقوق الانسان، نسال الله سبحانه وتعالى ان نذهب في وطننا الى مزيد من تفعيل هذه الحقوق وأن يصبح الدستور واقعا حقيقيا بصورة أفضل وأن نقترب أكثر من المعايير الدولية. هي دعوة مناسبة. إذن أعزائي المشاهدين تصبحون على خير. تصبحون على خير. شكرا.